الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. وهذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل أن يبين أن هذه الدنيا لا تستحق منا أن نشغل أنفسنا بها انشغالاً يشغلنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الدنيا ما خلقت إلا من أجل الآخرة، وما خلقت إلا أن تكون زاداً للمسلم يتزود فيها من الطاعات فيبلغ بها الجنات. ومع ذلك فإن المسلم لا يعرض عنها إعراضاً كلياً، وإنما يكون في هذه الدنيا سائراً إلى الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال سبحانه وتعالى: وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالأصل أن الإنسان مخلوق في الدنيا للآخرة، وأن يكون عمله في الدنيا للآخرة، ولكن يأخذ لدنياه ما لا بد منه، فلا يعرض عنها إعراضاً كلياً ولا يقبل عليها إقبالاً كلياً، فيكون أصل عمله لله سبحانه وتعالى وللتزود للآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والدنيا ما سميت الدنيا إلا لأنها أدنى مرتبة من الآخرة، وأيضاً لأنها دنية، ولذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من الغرور بها، لأن غرورها يضل به الإنسان، وهي متاع زائل ومتاع قليل، لحظات وتنتهي. ولذلك يقول الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي لب اللب، وكل شيء ينتهي فإنه متاع زائل، لا ينبغي للمسلم أن يقبل عليه بكله، وإنما يقبل عليه بما يحتاج منه. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وهذا إن دل فإنه يدل على صدق ما ترجم له رحمه الله تعالى. وقد ذكر طرفا من الآيات وطرفا من الأحاديث، وإلا فإن الآيات والأحاديث في هذا الباب أكثر مما ذكر رحمه الله سبحانه وتعالى. قال: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الآية الأولى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، مثل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الدنيا بهذا المثال البديع الذي من تأمله عرف حقيقة هذه الدنيا فلم يغتر بها، فمثلها الله عز وجل كالماء النازل من السماء وهو ماء المطر، إذا نزل نبتت الأرض. قال: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني بعد نزول المطر تتغير الأرض وتغير لونها وتبهج الناظرين من النباتات والزروع مما يأكل الناس من الزروع والحبوب والثمار والأنعام من العشب والكلأ ونحو ذلك مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت،
يعني صار منظرها بهيجا بسبب هذا النبات من الخضرة والحمرة والبياض وغير ذلك من الألوان الزاهية، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، يعني متمكنون من هذه الزروع وثمارها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا، جاءتها الجوائح من الرياح وغيرها فقضت على هذه الخضرة وعلى هذا الجمال في غمضة عين، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. فماذا حدث بعد ذلك؟ قال سبحانه وتعالى: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، يعني كأن لم تكن في زينة وفي جمال وهبها قبل ذلك. فهذه الحياة الدنيا متاعها كما ضرب الله المثل بالنبات الذي يكون بعد نزول المطر ثم تأتي عليه الجائحة في غمضة عين فتذهب هذا البهاء وهذا المنظر، فدل على أن هذه الحياة متاعها قليل ومتاع زائل. قال: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالذي عنده عقل ويتفكر بهذا العقل يعلم أن هذه الدنيا ليست كما ينشغل بها الناس عن الدار الآخرة وهي دار المقام. بعد هذه الآية قال سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، يعني لا تغتر بهذه الحياة الدنيا وعليك بما دعا الله إليه وهي الدار الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء، الله يدعو الجميع إلى دار السلام، ولكن الهداية مخصصة، ويهدي من يشاء. فلذلك على المسلم أن يدعو الله عز وجل أن يجعله ممن شاء لهم الهداية، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فاطلبها ليلا ونهارا وفي كل وقتك وفي كل أحيانك حتى تفوز بجنات النعيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى صراطه. وفي الآية الثانية وهي كالمثال السابق في الآية التي قبلها قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما، يعني أصبح متكسرا ومتفتتا تذروه الرياح، يعني تطيره الرياح لا فائدة منه، وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هم زينة في الحياة الدنيا، ولكن ما الذي يبقى؟ قال: والباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات هي جميع الأعمال الصالحات على الصحيح، ويدخل فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بعض العلماء فسر الباقيات الصالحات بهذه الأربع، ولكن الصواب أن كل عمل صالح هو من الباقيات الصالحات، لأنه مما يدخر يوم القيامة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي الآية الثالثة قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا، الله عز وجل يأمرنا أمرا من أجل أن نتنبه، أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الحياة الدنيا، وكل هذا لا ينفع، كل هذا لا ينفع. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، انظر هنا في قوله سبحانه وتعالى: كمثل غيث أعجب الكفار. الغيث يعجب الجميع، لكن لماذا خصص الله الكفار؟ خصص الكفار بالذكر لأن الكفار يغترون بمظاهر الحياة الدنيا ويفرحون بها ويقبلون عليها وينسون الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فخصص الله الكفار لأن الكفار هم الذين يغترون وينخدعون، فحذرنا أن نغتر وأن ننخدع بالدنيا كما خدع الكفار. فالله عز وجل نص على الكفار حتى لا نتشبه بهم في هذا الغرور الذي يحصل لهم بما يحصل في هذه الدنيا من متاع. قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ثم قال: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكل هذا حث من الله عز وجل على التزود من الصالحات والتحذير من الاغترار في هذه الحياة الدنيا. قال: وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. في هذه الآية أيضاً ذكر الله عز وجل ما يكون في هذه الحياة الدنيا من الشهوات، قال زُيَّ للناس حب الشهوات، وخص شيئا من هذه الشهوات لعظيم خطرها، قال زُيَّ للناس حب الشهوات من النساء، فانظر أولا نص على النساء لأن فتنة النساء فتنة عظيمة جدا، ولذلك أعداء الإسلام يحرصون حرصا شديدا على أن يقع المسلم في فتنة النساء، لأن الناس إذا وقعوا في فتنة النساء هلكوا وتدمرت المجتمعات، ولذلك الله عز وجل ذكرها في أول فتن الشهوات حتى يحذر منها، ولذلك نحذر مما يروجه أهل الباطل ويقولون إذا اختلط الرجال بالنساء فإنه لا يكون هناك ميل من النساء للرجال ولا ميل من الرجال للنساء، وهذا لا شك أنه كلام باطل ومحادة لله ورسوله، فالله عز وجل حذرنا من فتنة النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا منها حتى لا نقع فيها، وطبيعة الإنسان بطبعه سواء كان ذكرا أو أنثى أنه يميل إلى الجنس الآخر، فلذلك على المسلم أن يحذر من هذه الفتنة العظيمة. ثم قال سبحانه وتعالى والبنين، والبنين لأن البنون فتنة ومجبنة ومبخلة كما قال كما جاء في الأثر، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وهي فتنة المال وهي فتنة هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم، قال والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذه فتن، فتن يعني يفتن بها المرء، هل يقبل عليها ويترك الآخرة أم يستعملها في طاعة الله ويجعلها زادا له إلى الآخرة، فهي فتنة، ولكن هذه الفتنة بحسب استعمالك لها، لا بد أن يفتن المرء كما قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فالفتنة لا بد المسلم أن يفتن، ولكن على المسلم أن يجاهد نفسه، لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت بدأها بقوله سبحانه وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وفي آخر السورة قال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فإذا دفع الفتن يكون بالمجاهدة، مجاهدة النفس، لأن جميع هذه الشهوات هي لحظات، فإذا دفعها المرء من أولها فإنها تندفع عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآخرة وأنها أفضل حالا وأجمل مكانا، فقال سبحانه وتعالى والله عنده حسن المآب، والله عنده حسن المآب، ثم قال وقال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فالله عز وجل حذرنا في هذه الآية أن نغتر بهذه الحياة الدنيا، لأن هذه الحياة الدنيا تغر العبد لما فيها من الزينة وما فيها من المتاع، فتغر المرء فيندفع إليها ويترك ما خلق له وهو العمل من أجل الآخرة، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور من هو؟ الشيطان، الغرور هو الشيطان، فعندك في هذه الآية الدنيا والشيطان كلاهما يغران المرء، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كلنا نعلم أن الشيطان هو عدو لنا، ولكن علينا أن نعلم كيف نتخذه عدوا، كلنا يعلم أنه عدو ولكن كيف تتخذه عدوا، فعليك أن تعلم كيف تتخذه عدوا حتى تسلم من شره بمعرفة كيف يدفع وكيف يرفع، كيف يدفع عذاه إذا نزل وكيف يدفع عذاه قبل أن ينزل وكيف يرفع إذا نزل، فالله عز وجل حذرنا من الدنيا وحذرنا من الشيطان حتى لا نقع في المهالك ونحن لا نشعر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.